اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج اهل المدينه، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقه: الاعلام الرسمي في عدن، محاوله الصمود وتعقيدات المرحله. مركز الاطراف الصناعيه، نافذه امل لضحايا الحرب. آمة الرحمن العفوري، تميز في إدارة العمل التطوعي. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نناقش فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع. دربت وزارة الزراعة وبتمويل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو فنيين مختبر البيطري بالعاصمة المؤقتة عدن حول تشخيص الأمراض الحيوانية العابرة للقارات. وكانت منظمة الفاو أعادت تأهيل المختبر المركزي البيطري في عدن بتكلفة إجمالية بلغت 200,000 دولار. أقيمت في نادي شمسان الرياضي المباراة الختامية لبطولة منتخبات مديريات محافظة عدن لكرة القدم، وتوج منتخب المعلى بكأس البطولة بعد تغلبه على منتخب البريقة. وكان نادي شمسان استضاف أيضا تصفيات بطولة الملاكمة لمختلف الأوزان والفئات العمرية ضمن التصفيات النهائية لتمثيل اليمن في البطولة الآسيوية المرتقبة في الأردن. صحيفة 14 من أكتوبر منبر إعلامي عريق له ارتباطه التاريخي والسياسي، قضيتنا لهذه الحلقة. صحيفة 14 من أكتوبر تخوض صراعاً وجودياً للحفاظ على مكانتها كمنبر إعلامي ناطق باسم الحكومة الشرعية التي فقدت عدداً من الأدوات الإعلامية التابعة لها من بينها صحيفتي الثورة والجمهورية. صحيفة 14 أكتوبر هي الصحيفة الرسمية الوحيدة الآن الناطقة باسم الحكومة الشرعية، وهي الوسيلة الإعلامية الورقية الوحيدة التي بيد الحكومة الشرعية كوسيلة رسمية لنقل فعاليات الحكومة الشرعية ووجهة نظرها إلى الشعب. تم إعادة هذه الصحيفة تحت سقف الشرعية وتحت سقف مواجهة التحديات لما تداعيات ما بعد الحرب. صعوبات عدة اعترضت مسيرة صحيفة 14 من أكتوبر خلال فترات مختلفة، أشدها تأثيراً التوقف عن العمل خلال النصف الثاني من العام 2015 أثناء اجتياح ميليشيا الحوثيين للعاصمة المؤقتة عدن. لماذا نطبع الآن 8 صفحات؟ ليس هناك مشكلة تحريرية، المشكلة الأساسية في عدم توفر الورق الصحفي وبسبب قصر الموازنة التشغيلية عن توفير هذه. في السابق كان هناك موازنة عامة للمؤسسة تستطيع من خلالها توفير جانب مخزني للمواد الخام والمواد الورق الصحفي. اليوم يتم شراء المواد، هذه المواد الخام أو الورق الصحفي بالأمر المباشر. اشتغلنا يعني عمل شبه مجاني لفترة طويلة من أجل ننهض بصحيفة 14 أكتوبر على الأقل نجعلها تستقيم على أقدامها من أجل أن تنطلق في دفعة جديدة لتقترح يعني مآثرها التي كانت تعرف أنت بأنه 14 أكتوبر مدرسة، وعز علينا أن تهدم هذه المدرسة وتشتت وتضيع يعني كل إنجازاتها السابقة. حاولنا استعادة ما نستطيع، واعتقد انه وفقنا الى درجه كبيره. لا يمكن تتصور الجهود اللي نحن يعني نبذلها والطاقه اللي نبذلها في سبيل ان احنا يعني نوفي عملنا ونوفي مهامنا يعني بكل ما يعني ما هو اقل شيء المطلوب، ان ما يتجاوز يعني الابداع والتالق وذا في تغطيه الاخبار ومتابعتها اول باول وذا، على الرغم من الظروف يعني القائمه وذا. يعني نحن نشتغل بكادر اللي موجود في الصحيفة إلى جانب علاقتنا مع الصحفيين أو المساهمين. تحديات كبيرة أفرزتها المرحلة الراهنة تكاد تحول دون استعادة صحيفة أكتوبر سابق عهدها، خصوصاً بعد تراجع حجم الصدور إلى 8 صفحات بدلاً عن 16 صفحة في ظل تراجع إيراداتها المالية. الصحيفة الآن تحتاج إلى
دعم حكومي كبير يمكنها من استعادة دورها الريادي الذي كان في السابق. الآن الصحيفة تواجه شحة في الأوراق، شحة في الأحبار، شحة في الإمكانيات، شحة في المبالغ المكافآت التي ممكن أن تدفعها للصحفيين والتي ممكن أن تحسن من أدائها التحريري. المبلغ الذي يقدم من الحكومة كمعونة للصحيفة فقد حوالي 50% من قوته الشرائية بفعل ارتفاع سعر الدولار، خاصة وأن أغلب الأمور التي نشتريها نشتريها بالدولار كالأحبار والأوراق وغيرها، والدولار ارتفع إلى حوالي الضعف بعد أن كان 215 ريال، الآن بحوالي 460 ريال بسعر هذا اليوم الذي نسجل فيه. بالتالي أعتقد أن الحكومة بما أنها الآن تملك صحيفة رسمية وحيدة فقط في في المناطق المحررة، يجب أن توليها مزيدا من الدعم وتساعدها على استعادة دورها الريادي. حال الأجهزة الإعلامية الرسمية التابعة للسلطة الشرعية في البلاد يمر بمخاض متعسر دون ما تدخل عاجل من الحكومة لإصلاح منظومته المختلة، الأمر الذي جعل من دوره قاصراً وأثره مغيباً تجاه القضايا الوطنية والمجتمعية. الأستاذ رياض محفوظ رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، أهلاً ومرحباً بك اليوم معنا في هذا اللقاء. اليوم ونحن في هذا الصرح الإعلامي العريق والكبير مؤسسة وصحيفة 14 أكتوبر، لو تحدثنا في البداية وتعطينا نبذة عن بداية تأسيس هذه الصحيفة. مرحب فيكم في مؤسسة أكتوبر واللي تأسست في عام 19 يناير 68. طبعاً الآن هي تمر في الذكرى 50 19 يناير 2018، وفي الأخير يعني الصحيفة لا زالت قائمة وموجودة بفضل كوادرها الموجودة والصحفيين الموجودين اللي هم باقين، وربنا يعطيهم طولة العمر ويستمروا في العطاء وتقديم الرؤية الواضحة ويعبروا عن رأي المواطن والشارع العام إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ رياض، ذكرتم بأن الصحيفة مرت بالعديد من المحطات والعديد من يعني الانتقالات وكذلك قد نقول العثرات منذ العام 68 إلى الآن ونحن في 2017، تعاقبت الكثير من الحكومات والكثير من السياسات وتغيرت أنظمة سياسية مختلفة على عدن التي هي مقر صحيفة ومؤسسة 14 أكتوبر. نريد أن تحدثنا عن أهم الانتقالات وأهم العثرات أو الإنجازات التي حدثت مع مؤسسة 14 أكتوبر خلال هذه الفترة. طبعاً المؤسسة يعني كصحيفة تعتبر يعني مرت بأمور كثير صعبة وحذات مثل ما أسلفتي وقلتي، لكن وقفت على رجولها رغم التعثرات السياسية اللي واجهتها يعني في حرب 86 94 وما قبلها وفي السبعينات، لأنها لا زالت تحظى بالشعبية ومكانة بين يعني الناس الموجودين فيها. في رأيكم ما سبب هذه الشعبية والمكانة؟ والله يمكن لمصداقيتها وتعاملها مع الأحداث بعقلانية وعدم تحيز باعتبارها صحيح، رغم أنها صحيفة الدولة لكنها تتعامل بمصداقية وتتعامل مع الحدث بعقلانية، لا تندفع إلى مثل بعض الصحف الأهلية التي تحاول أن تضخم الأحداث وتعمل من المنشئات يعني شغلات أحيانا تسيء، لكن إحنا دائما تعاملنا منطقي واضح وعقلاني في كل ما نتناوله من قضايا سواء اجتماعية صحية سياسية، وبالأخير إحنا نعبر عن سياسة الدولة، ورغم هذا إلا أننا نتطرق لأمور كثيرة غير الأمور السياسية التي نتعامل فيها يعني من حيث الأخبار السياسية عبر وكالة سبا الرسمية، لكن نتناول الأمور الأخرى مثل الصحافة مثل الثقافة مثل الصحة مثل الرياضة مثل أي قضايا اجتماعية أي شيء يعني يكتب لنا نتعامل معه بصدق وعقلانية، ما يعني ما نحاولش نحيد أو نميز أو شيء، ولهذا نحن نكتسب هذه الشعبية يعني من زمان مش من الآن، وكونها كانت الصحيفة الوحيدة في المناطق الجنوبية وشعبيتها موجودة لهذا السبب، لأنه المواطن في المناطق الجنوبية كان يبكر من الصباح يشتكي أكتوبر، شفتي؟ فتعود أصبحت عنده يعني عادة حتى يعني الآن. يعني سابقا لم يكن هناك منافسة كبيرة في الصحافة في عدن تقصد يعني؟ لا أنا أقصد إنه يعني هي باعتبار صحيفة الدولة وهي الأولى اللي كانت موجودة في المناطق الجنوبية، لهذا الصحيفة كسبت الشعبية من هذا المنطلق. اعتبرنا المواطن اول ما يصحى الصباح يدور اكتوبر في صحف ثانيه، يعني لا ننكر في الايام في غيرها، لكن تعود خلاص مثلا في المرافق بحكم الاشتراك الموجود بيننا وبينهم والعلاقه الموجوده وتغطيه اخبارهم،
فيقولوا انه صحيفه اكتوبر هي الاقرب. ما هي الفتره الربيعيه لصحيفه 14 اكتوبر؟ والله لكل وقت له اذانه زي ما يقولوا. فهي احيانا مثلا عاده ما بعد حدث معين يعني تكون الصحفيه رواقه ولا قبوله. يعني في السابق كانت مثلا تغطي المحافظات كلها، الان برضو تغطي لكن نتيجه للاوضاع الموجوده يعني في شويه صعوبات. انما فترتها بعد كل مرحله يعني تحظى الصحيفه بقبول وحضور دائم. اليوم كيف هو وضع مؤسسه 14 اكتوبر؟ والله وضع اليوم يعني متعب ومعقد، يعني خاصه بعد فتره الحرب هذه، يعني بعد مارس 2015 يعني الصحيفه توقفت يعني فتره 4 شهور او 8 شهور، وعادت شويه وتوقفت. والان احنا من 2016 من نوفمبر 9 نوفمبر 2016 الصحيفه لم تتوقف حتى لحظه، وذلك بفضل يعني توجيهات رئيس الجمهوريه ووزير او رئيس الوزراء ووزير الاعلام وقياده الاعلام، الذي يعني تواكب امورنا وتتابعها بشكل جيد وتسعى دائما لتدليل الصعاب امامنا. رغم الصعوبات الا ان احنا يعني نعمل بجد ونشاط غير عادي. واحنا كنا في السابق يعني توصل عدد الصفحات عندنا الى 16، الان في الوقت هذا ونظرا لعدم وجود ورق صحفي وارتفاع الاسعار وعدم وجود ميزانيه يعني شهريه هي السبب في قله عدد الصفحات الى 8. قد المواطن يشاهد هذا الكلام يقول لك ما لهم في اكتوبر كذا، والله رجعوا بخلاء ولا شيء، هو بسبب عدم وجود ورق صحفي. والان الاستيراد موقف وسعر الورق زاد، يعني في السابق كنا نشل مثلا الطن ب $700 الان ب $1,300 وبسعر السوق. فهذه جزء من المشكله الكبيره. ونحن ناشد يعني قياده الوزاره ورئاسه الوزراء ورئيس الدوله انه يعملوا لنا حل في الميزانيه ويرفع الميزانيه شويه حتى نستطيع ان نزيد من عدد الصفحات ونغطي النشاط ونتوسع اكثر. نعم استاذ رياض، في رايكم من اين تستقي اليوم مؤسسه 14 اكتوبر اهميتها؟ من حيث يعني هي تستقي اهميتها اول شيء من الاعلام الرسمي، واحد. اثنين، من ما يدور في المجتمع وما يعني يعمل عليه الصحفيين والموجودين في يعني متابعه الاخبار، متابعه التغطيات، الاحداث اللي تحصل في المحافظات في البلد بشكل عام. وهذه هي يعني مكان تجمع الاخبار الذي منه نستقي معلوماتنا يعني بشكل دائم. يعني والان الاعلام مفتوح مش زي ما اول، فنلتقي من اكثر من جهه. نعم الاعلام مفتوح، يعني هل ترون الان بان هناك تنافس اكثر من اي وقت مضى في المجال الاعلامي والصحفي كذلك بشكل خاص؟ هو التنافس موجود، وبفضل الطفره الاعلاميه اللي يقولوا والتكنولوجيا الموجوده، يعني نلاقي بعض احيانا يعني في يكون سبق لبعض الصحف مثلا او في اخبار، الا ان احنا نلتزم دائما الحياديه والتوجه الرسمي. لهذا نحن نجد يعني صعوبه بيني وبينك في هذه الامور. عكسنا الصحيفه الاهليه ممكن انزل خبر ابيع بكره 20,000 نسخه، لكن خبر قد يكون كاذب ما ينفعش الشارع، لكن تلاقي المواطن بيجري بعد اكتوبر لانه يعرف انه هذه صادقه وتتعامل مع الدوله، وهي الصحيفه الشرعيه الوحيده التي الان موجوده. ولهذا تلاقي المواطن يقبل عليها رغم الصعوبات اللي نجدها وعدم الامكانيات والذي تواجهنا، الا ان احنا نعمل بقدر المستطاع بتغطيه الاخبار والايصال الى القارئ بحيث انه نرضي القارئ اهم شيء عندنا، ونعالج مشاكل الوطن بالطريقه التي نشوفها مناسبه للقارئ. نعم القارئ هو جزء من المنظومه الاقتصاديه المتدهوره التي تمضي فيها البلاد في هذه الايام، مثلما تعاني الصحيفه والمؤسسه من ارتفاع الاسعار والى اخره والى اخره، كذلك المواطن يعاني من تدهور وضعه الاقتصادي والمادي. المبيعات، مبيعات الصحف التي هي تعتبر العائد الاساسي والمادي الذي تعيش عليه الصحيفة بشكل عام، كيف تجدون مبيعات الصحيفة في هذه الفترة؟ طبعاً مقارنة بما سبقت من فترات أخرى. أنا أعرف أن في السابق كانت الأمور مستقرة وكان هناك اشتراكات للصحيفة إلى جانب الإعلانات وفي المناسبات وغيرها، إلا أن الآن وبعد الحرب وهذا بدأت يعني أكثر المؤسسات أو الوزارات ما هيش موجودة وما عندهاش الميزانية التشغيلية للإعلانات المناسبات، فنجد صعوبة أنه ما فيش ذاك الدخل اللي كان في السابق موجود. لكن يعني نواجه صعوبة من حيث الاشتراكات،
يعني وزارة يقول لك ما عنديش أنا ميزانية مشان أخذ اشتراكات أو أعمل لك مثلا تهنئة أو شيء للقيادة السياسية. فهذه جزء من المشكلة اللي نعانيها الآن. إلا أنها كما قلنا أهم شيء عندنا أن الصحيفة توصل. فصحيح أنها ما فيش ذاك الإيراد المطلوب مثل ما كان في السابق، إلا أنها تغطي جزء من الانفاق العام الذي موجود. ولهذا نحن نحاول في كل الوسائل نكون على الأقل موجودين. وهذا يعني حتى وجهة نظر الوزير أنه لازم تكون الصحيفة موجودة تعبر عن رأي المجتمع والدولة. رغم كل الظروف أنتم متواجدين وطاقم يعني الصحيفة والمؤسسة، نريد أن نعرف وضع الموظفين في مؤسسة 14 أكتوبر، وكذلك إذا ما كانوا يأخذون رواتب أو حوافز وغيرها، وكذلك وضع المتعاقدين مع الصحيفة. طبعاً يعني منذ شهر نوفمبر 2016 يعني كان لدور وزير الإعلام دور كبير في نزوله معنا إلى مكتب مالية عدن وهو نائب الوزير، وفعل أمور كثيرة يعني منها استخراج ميزانية شهرية للصحيفة وتقسيمها ما بين يعني الصحفيين والكتاب للاستكتاب وبين الإداريين والمطبعة الصحفية. فهذه ساعدت كثيرة شهريا تجي يعني بحدود هي 10 مليون بعد الضرائب، وهي تصفى إلى 8 مليون تقريبا نوزعها بالتساوي للمواد الخام، ولو أن قليلة 4 مليون المواد الخام لا تكفي شيء. صحيح. يعني إذا كان أنا بشتري 5 رولات ورق مشان الصحيفة خلصت حقهم 4 مليون حق المالية. لكن مع هذا نحن نحرص على أنه 4 مليون الثاني اللي وجه فيها الوزير للصحفيين والاستكتاب تغطي يعني جزء من الهم أو هم كبير تغطي لنا مع المطبعة الصحفية واحتياجات العمال. ولكن الأمور ماشية منذ مارس 2017 وجه رئيس الوزراء مشكورا بصرف 10 مليون هذه، الى جانب انه وزير الاعلام يعني تفاعل مع الموضوع وكان كويس وضبطوا لنا مرتباتنا بشكل منتظم الى ديسمبر وموجود مرتباتنا في البنك المركزي، فماشي اشكاليه المرتبات. بالنسبه لعمال الاجر اليومي الذي هم عندنا بحدود 159، هناك في اتفاق كان بين وزاره الاعلام ورئيس الوزراء بأن يتم رفع هذه الأسماء للأجر اليومي إلى الخدمة المدنية، وتم بفعل رفعنا والوكالة رفعت والتلفزيون مش عارف رفعوا هذه الجهات للخدمة المدنية منتظرين التعزيز المالي. فإذا حلت المشكلة في التعزيز المالي بالعام هذا القادم 2018 على أساس رفع ميزانية تعزيزية للوظائف هذه بيتم الاستفادة منهم، أو هناك رأي آخر بأنه يتم الاستفادة من الذي تم إحالتهم لأحد الأجلين بحيث أنه نعمل إحلال، وهذه بتساعد كثير في توظيف. يعني تعاني المؤسسة كذلك من مشكلة مع المتعاقدين كبقية المؤسسات في العاصمة المؤقتة؟ هي تعاني، لكن نحن حلينا المشكلة. فكانوا في السابق يعني قبل 2016 يعني في إبريل كانوا يستلموا بحدود 9000 أو 12000، لكن ثبتناها إلى 25000 بعد الضريبة استلموا 23000 تقريبا كل متعاقد معنا يستلم بهذا المبلغ، والآن ثابتة معهم ماشية والحمد لله ما في أي مشكلة فيها. يعني إلى ديسمبر زي ما قلت لك الأمور ماشية تمام، والآن عند قررت ميزانية 2018 إن شاء الله بيتم حل مشكلتهم وعمل لهم يعني حلول بالتوظيف أو بالإحلال، هذه راجع لسياسة الدولة في هذا الجانب. وإن الظروف كذلك. أستاذ رياض، المؤسسة هذه منذ عام 68 يعني المبنى هل يعاني من احتياج في للترميمات أو لإعادة تأهيل مثلا؟ كذلك الآلات المطابع التي تقوم بطبع الصحيفة كيف هو وضعها؟ بالفعل المبنى يحتاج إلى إعادة صيانة وشغلات هذه، خاصة بعد فترة الحرب وهذا لأنه تعرض للتلف شوية، وإلى جانب الأجهزة قدها قديمة مر عليها فترة يمكن ما يقارب العشر سنوات لم تتجدد، إلى جانب المطابع المولد يعني عطلان علينا، في أمور كثيرة تشتي إمكانيات، وهذا يتطلب الجانب المالي هو الأساس. إذا رصدت هذه المبالغ ممكن نصلح الأمور هذه ونعمل شيء. أما بالحيث التأهيل فضروري، الناس لهم فترة ما يتأهلوش، وانت عارفون الوضع كيف كان في السابق، ما حد يتأهل، يعني اللي يتأهل عدد بسيط وداخل المعاهد اللي موجودة في عدن، لكن إنه دورات خارجة ما قد شفناش إنه أخذوه من أكتوبر لدورات ولا ما فيش، إذا أخذوا يأخذوا لنا واحد بعد 4-5 سنين، لكن الباقين الشباب الموجودين اللي توظفوا أخيراً
يشتوا يتأهلوا، يشتوا يتطوروا، يشتوا يطوروا من أنفسهم، فكلهم يعملوا باجتهاد ذاتي. يعني ما فيش كذا تجاوب، نحن مقدرين الوضع العام للدولة، لكن بالمقابل لما تستنى الأمور نشتهم ينتبهوا لنا شوية، ينتبهوا للكادر هذا، لأنه الشيوب حقنا خلاص يعني منهم من تولاهم الله ومنهم يعني باقي على الخط، ما حد داري بكرة المن، لكن لازم ينظروا لنا نظرة يأهلوا لنا بحيث إنه ما يكونش في عثرة يعني ما بينهم وبين التطور الحاصل، وهذا يواكبوا التطور في جانب الإعلام، في جانب الرقابي، وهذه الأمور كثيرة هم بحاجة لتأهيل، شيء طبيعي كل ذا راجع للجانب المادي. هل هناك تنسيق بينكم وبين قسم الإعلام في كلية الآداب في عدن؟ مثلا هناك جروبات تأتي لكي تشاهد صحيفة 14 أكتوبر، تتعرف على هذا الصرح الإعلامي العظيم، ترى كيف المطبوعات تعمل وإلى آخره من هذه الأمور التي تتعلق بالدراسة الإعلامية؟ بالفعل يعني في أكثر من مرة جاءونا طلبة معهد الإعلام وكان قاموا بزيارات، ومنهم من جاء يطبعوا عندنا حقهم الرسالة الماجستير بعضهم والبكالوريوس، ونتعاون معهم. أقصد هذه الزيارات بالتنسيق مع عمادة الكلية مثلاً؟ هو نحن تنسيق كذا مباشر، جزء من منظومة التعليم حتى يتأهل الطالب، يعني يخرج وعنده فكرة على الأقل عن الصحافة. لا هو نحن يعني أول ما تجينا أي رسالة من عميد الكلية على طول نتعامل معها بكل سعة صدر، ونسهل لهم وننزلهم المطابع نوريهم، والذي مخلصين يعني سنتهم الدراسية ومعهم رسالة الماجستير والماجستير فنطبع لهم، يعني التعاون نسهل لهم أمور كثيرة تقوم فيها الصحيفة رغم قلة الإمكانيات، لأن نتعاون معهم بشكل دائم، يعني ما حتى بدون ما في تنسيق نحن نقدر هذه المسائل، لأنه بالأخير صوب لمصلحة الكل. أستاذ مستقبلا ما هي أبرز الطموحات التي تطمحون لتطوير العملية الصحفية في مؤسسة 14 أكتوبر؟ والله الطموحات كثيرة، لكن يعني كلها تعتمد على الإمكانيات، فإذا كانت هناك إمكانيات نحن نشتغل مرة الأمور تستقر، إذا استقرت بيكون في يعني تطور وفي طموحات للكل. نشتي نأهل الناس، نشتي نعمل لهم دورات، نشتي نوصل الصحيفة إلى 16 إلى 20 24 صفحة، بس الإمكانيات هي اللي توقف أمامنا عائق، لكن لو توفرت الإمكانيات يعني بتشوفوا في تغيير كبير بيكون في الصحيفة، في الطاقم اللي يشتغل، في الصحفيين بيساعدوا بيكونوا عون للشباب اللي موجودين معهم من زملائهم، لكن بالأخير نوقف عند الإمكانيات، مسمار وحاد دائم، يعني الإمكانيات هي المشكلة، يعني هذه مشكلة البلاد كلها يبدو لي مش بس أكتوبر. أستاذ أنتم واجهة الدولة وناطقين باسم الشرعية مثل ما ذكرتم، كيف ترون بأنه يمكن تعزيز الثقة بين المواطن والإعلام الرسمي؟ والله من خلال إعطاء الحقيقة في المواضيع اللي نتناولها، هذا واحد. يعني لازم إذا أنا أشتي المواطن يثق في بي لازم أعطي له خبر صح، معلومة صح، مش أتوهه ولا كيف بيصدقنا، كيف بيتعامل معي، اليوم بيشترينا بكرة بيرمينا، بقول لك هذول كذابين، لكن لازم نكون صادقين في تعاملنا، ويكون المصدر الذي يعطيك المعلومة تكون معلومة صادقة. أستاذ رياض، إلى أي مدى صحيفة 14 أكتوبر قريبة من المواطنين؟ أحيانا المواطن لا يكتفي فقط بالحيادية ومصداقية الخبر، هو يريد خبر قريب منه، يريد أن يسمع حقيقة مثلا عدم توفر المشتقات النفطية، أو مثلا سبب انفجار حدث في مكان معين، أو اغتيالات حدثت لشخصيات بارزة. إلى أي مدى الصحيفة تتناول هذه الأوضاع أو هذه الأخبار القريبة من المواطنين؟ زي ما قلت أنا، يعني رغم أن الصحيفة يعني رسمية وتتعامل مع الأخبار الرسمية، إلا أنها يعني دائما ما تتناول أي خبر داخلي بالنسبة للثقافة والرياضة والصحة والمشاكل الموجودة، مثل الأمراض الكوليرا والمجاري والشغلات هذه اللي تعيق المواطن ويشتكي منها دائما، فهي تتناولها وتنزل إلى موقع الحدث وهذا وتشوف إيش الأمور وتطلع الرأي العام، وبعدين تنتظر من الجهات المعنية أن ترد. هل يمكن أن تنتقد الجهات المعنية؟ هل ممكن أن تنتقد المسؤول؟ ممكن أن تنتقد الوزير بأن تكتب أن تقول الوزير فلاني مثلاً مقصر في حق في وزارته في حق المواطنين؟ الحين ممكن ننتقد متى ما لقينا في ناس الذي فعلاً عندهم ما يثبت ويدل إنه فعلاً هذا التقصير موجود بالإثبات، أما مجرد كلام مشان نلفق على شخص ولا على إنسان معين هذا غلط، يعني ماشي الحين ما يجيش نطبل ولا شيء. في شيء ملموس صحيح نحن معه مع النقد، لكن إنه مع النقد البناء، أيوة النقد الصحيح الذي مبني على وثائق وصحيحة، أما إني فقط مشان أوزع جريدة وأشتم الناس هذا مش صح،
هذا خطأ، ولا يخدم الإعلام. لا تبحثون عن فرقة إعلامية فقط وإنما عن المصداقية كذلك. نحن نبحث عن المصداقية، رغم أن احنا تبع الدولة وتبع الشرعية، إلا أن احنا نبحث عن المصداقية بنفس الوقت ونناقش أمور صح. يعني البعض يقول أنتم أكتوبر بس حق الحكومة، أيوة حق الحكومة ما اختلفناش، لكن تعال شوف داخل الصحيفة في يعني نستعرض مواد، نستعرض تناقشون وتضعون هموم المواطن. طبعا يعني مثلا مرض الكوليرا نحن تناولناه في صفحة وغطيناه وتغطية ما حد غطى، المجاري شغلات غطى، المشتقات برضو النفطية والديزل نغطيها، يعني في أمور الغاز ليش معدوم نغطي، هذا راجع على المسؤول اللي موجود من الدولة والكهرباء وانقطاعات الكهرباء والماء وإلى آخره، كلنا نتناولها. ذكرتم بأن الصحيفة كانت 16 صفحة والآن أصبحت 8 صفحات، هل ثمت يعني بعض الأقسام مثلا الرياضة أو غيرها، هل مثلا استبعدت بسبب هذا التقليص الذي حدث؟ لا، هو التقليص نتيجة لعدم وجود ميزانية لشراء ورق صحفي، شفتي، هو مواد خام، لكن أنه يعني تأثرت المواد في شيء طبيعي أنه بتأثر، لكن مش إلى ذاك الحد، لكن موجود. يعني احنا مخصصين، اقصد الاقسام هي نفسها، اداب، فن، رياضه، التحقيقات، الرياضه، الثقافه، الصحه موجوده وتتناول، صح مش بذاك الكم اللي كان موجود، لما تكون 16 صفحه يختلف، لما تكون 8 صفحات تختلف، فنتناول بحسب ما هو متاح، لكن ما نهملش القضايا هذه نهائيا. هناك بعض الاشخاص او الاصوات التي اشارت بالبنان بان هناك فساد في مؤسسه 14 اكتوبر، الى اي مدى صحة هذه الأقوال أو صحة هذا الكلام؟ أنا أتفق معك، ناس كثير تتكلم حول الفساد ما فساد، لكن أنا أشتوى مثبتهم، مش بس مجرد كلام، يشوفوا أمورهم كيف كانت في 2015 وبداية 2016 والآن، الآن أمورهم مستقرة، رواتبهم تدفع، مكافآتهم تدفع، يعني في معوقات لكن مش إلى ذاك الحد، مش إلى ذاك الفساد الذي يشيروا له، وأنه أخذوا وأنه فعلوا، يعني هذون فاضيين مع احترامي لهم، يعني قلة من آخر الليل المفتهنين يحاولوا يسيئوا للصحيفة والمؤسسة، هذا يحاولوا يهدموا مؤسستهم، ما يحاولوش يساعدون تقوم وتنشا صح وتشتغل صح. نحن أنصحهم، أتمنى لهم الهداية بس من الرحمن الرحيمين، لأنهم يعني أحيانا يتمادوا بدون يعني شيء صحيح، ما في صحة في كلامهم إذا كان في شيء صحيح، وبعدين فساد في جهات رقابة، في جهات محاسبة، يثبتوا إذا في شيء من هذا الكلام، اما مجرد انه بس فلان فاسد فلان فاسد، هذا كلام مش صحيح، ما قدروا يشتموا للنهار القياده السياسيه كلها باقي الرياض. هل هناك رساله اخيره تحب ان توجهها استاذ رياض من هذا البرنامج، في هذا البرنامج؟ والله احنا هي فرصه، لان احنا قادمين على الذكرى الخمسين للصحيفه، يعني نشكر نوجه الشكر لفخامه رئيس الجمهوريه ولدوله رئيس الوزراء ومعالي وزير الاعلام و طاقم وزارة الإعلام الذي يتعاونوا معنا، ونرجو منهم أن يلتفتوا لنا بهذه المناسبة ويعززونا لكي نستطيع أن يعني نحتفي بالمناسبة هذه بشكل طيب، وننصف قدام الصحفيين ونكرمهم، وهذا بيكون لفتة كويسة من القيادة السياسية أن تتقاوم معنا في هذه المناسبة الخمسينية للصحيفة. الأستاذ رياض محفوظ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. رغم ما تعانيه المدينة من الألم وفقدان الأمل، مركز الأطراف الصناعية بعدن يعيد الأمل إلى القلوب ويرسم الابتسامة على الشفاه. يعمل مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في مدينة عدن كواحد من بين 5 مراكز من هذا النوع في اليمن. في شهر إبريل من العام 2000 ميلادية أنشئ مركز الأطراف الصناعية في مديرية المنصورة بعدن بالشراكة بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وبتمويل من المنظمة الدولية للمعاقين في بلجيكا.
الشاشه طبعا تمثل الجزء الاهم في هذا المركز، لانها هي بتقدم خدمات للشخص المحتاج، من يعني تستهدف فئات كثيره من سن اطفال الى شيوخ، نساء رجال، يعني كامل تستهدفهم. طبعا النظام بالورشه هو يبدا من عند الدكتوره، يعني المريض يجي من خارج المركز الى الدكتوره، تفتح له ملف يدخل عند الباحثة الاجتماعية، من الباحثة الاجتماعية يجي عندنا نعرف نحن إيش نوع الخدمة اللي مطلوبة له، يعني إيش اللي يتقدم له، يعني محتاج إيش، جهاز ساند، طرف صناعي، نحن نحدد له. في إذا كان معانا قائمة انتظار، يعني قائمة انتظار نطرحه في قائمة انتظار، إذا ما في يعني صفينا القائمة نعمل يعني بالدور، يعني كل أحد قبل لها، يعني ما هوش يعني هكذا الطريقة عشوائية نظام. يقدم المركز الخدمات الطبية ويوفر الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لمئات اليمنيين من ضحايا الحروب والحوادث المرورية والمصابين بالجلطات وحالات الشلل وتصلبات المفاصل. مركز الأطراف الصناعية في عدن الحالات المرضية بمختلف إصاباتها من كافة الفئات العمرية، معظمهم من ضحايا حرب الانقلاب التي تعصف بالبلاد منذ نحو 3 أعوام. نتصل للمرضى عشان يجي ناخذ له قياسات، بعد ما ناخذ القياس نعمل زي ما يعني جبس غرفة التعديل، بعد القياسات غرفة التعديل نشكل الطرف أو الجزء الشخص اللي أخذناه القياس، بعد من المقاسات المطلوبة يتجهز هذا التعديل كل شيء كذا، نبدأ بعدين مرحلة الورشة تجي مرحلة تلبيس اللي هو نستخدم مادة البلاستيك زي هكذا، يعني من الفرن إلى أن تبدأ أن يعني تنصهر، نبدا مرحله التشكيل يعطينا الشكل النهائي للطرف هذا، بعدين يعمل سنفره وتنظيف وهكذا، بعدين تيجي مرحله التدريب، تدريب وتجربه للمريض، نقرب الطرف على المريض او الجهاز اذا كان يعني نشوف يعني هل المقاييس مضبوطه او لا. جميع الحالات الوافدة إلى المركز يتم إحالتها إلى القسم الطبي الذي يتولى مهمة التشخيص ومن ثم تحديد نوع الخدمة الطبية المناسبة لكل مصاب. أصحاب الأطراف المبتورة يعني فقد رجله يقول لك أنا خلاص ما أقدرش عاد بمشي، ما عادش عندهم هكذا التفكير إن هذا الطرف إنه ما عادش يتحملني بينكسر. إحنا أول شيء نعطيه ثقة، ثاني شيء نخليه انه يوثق ان هذا الطرف يمكن يحمله، هذا الطرف يمكن يعيد الحياه الطبيعيه زي ما كان في السابق يمارس حياته الطبيعيه، يعني هو مش نفس الشخص الطبيعي، وانما يعني نسبيا يكون 80% انه يقدر يتجاوز الصعوبات بدل ما هو يكون مقعد او على كرسي او على عكاكيز او على هكذا، ويمكن يمشي حياته ويمارس حياته الطبيعيه بشكل ممتاز. يعمل في المركز باحثون اجتماعيون مهمتهم الرئيسية رفع معنويات من فقدوا أطرافهم كضرورة طبية لتعزيز ثقة المريض وتهيئته لتقبل العلاج. في كثير استفادوا زي ما قلت لك إنه يرجع يعيش حياته، يعيش حياته طبيعية، يعني بدل ما كان ماسك 2 عكاكيز يبدأ يمشي من غير عكاكيز، يعني معتمد على نفسه، اللي مثلا بيشتغل مثلا بمزرعه بيرجع يشتغل، اللي بيشتغل في مكتب بيرجع يشتغل،
اللي يشتري يسوق سيارته ويرجع ثاني مرة يسوق سيارة، يعني يمارس حياته عادية، يعني هذا يعتبر له كخدمة. فريق طبي متخصص بكفاءات علمية يقدم الخدمة المجانية للمرضى في العلاج الطبيعي اليدوي والحركي، ويعمل على تأهيل مرضى الشلل الدماغي وإصابات الكسور والعمود الفقري، وتأهيل مرضى البتر دون استغناء عن أجهزة الأشعة الحديثة. خمسين في المية من اللي يشتغلوا داخل المركز الأطراف ذوي احتياجات خاصة، يعني هم يشعروا بالمريض إيش معاناته، لأنه هم نفس الحالة نفس الإحساس عندهم هم موجود. يعني في معانا عمال مبتورين، في معانا عمال عندهم شلل أطفال، يعني عندهم إعاقة. يعني نحن مش مفروض نقول شخص معاق، وإنما شخص ذوي يعني إعاقة. ورشة الأطراف الصناعية أهم أقسام المركز وأكثرها ديناميكية، وفيها حرفيون وأطباء أخصائيون يعملون دون كلل على تجميل التشوهات بالمواد الجبسية والأخشاب والجلود. يصنعون منها أطرافاً بديلة وأحذية طبية ومشايات معدنية وكراسي تؤخذ بمقاسات دقيقة وبمعايير طبية تؤهلها لسد عجز ذوي الاحتياج. عندنا فنيين، طبعاً في اللي فنيين اللي درسوا بالخارج، أنا من ضمنهم، في معي اثنين زملائي عادوا يعني خلصوا دي السنة، يعني لهم ثلاث حق ستة شهور على ما خلصوا، الآن يشتغلوا وهم مختصين. طبعاً اللي ده أهلنا الصليب الأحمر الدولي قام بتأهيل، هو يعني هو المسؤول، نقول المسؤول العام الصليب الأحمر الدولي في هذا المركز، بيدعم من مواد من تأهيل العمال. كان يجي قبل الحرب يعني يجيبونا خبراء لهنا، في بعض يعني اللي ما تسنحت لهم الفرصة انهم يروحوا يدرسوا الخارج، بس في كانوا يجيبوا لهم خبراء هنا يدربوا ويعملوا دورات تدريبية، يعني تأهيليا داخليا في تأهيلي خارجي. في فترة عمله الطوعي استطاع مركز الأطراف الصناعية في عدن أن يرسم البسمة على وجوه المرضى الوافدين إليه من مختلف المحافظات، وإعادة الأمل إلى كثيرين بعد أن ظنوا أن الإعاقة ستعزلهم عن دنيا الأسوياء. في مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي تكتمل ملامح الحياة بكل معانيها الإنسانية المتسامية على الجراح، وبالرغم من الحزن المرتسم في ملامح من فقدوا أطرافهم، إلا أن بقايا أمل لا زال يمنحهم القوة لمواجهة ظروف الحياة ولو بأطراف صناعية. أن تشعل شمعة خير لك من أن تعيش أبد الدهر تلعن الظلام. على هذا تحيا أمة الرحمن العفوري رئيسة منتدى شمعة أمل وجه المدينة لهذه الحلقة. أمة الرحمن العفوري العمل التطوعي منذ الطفولة،
والبداية كانت في مدينة تعز، غير أن نشاطها الأبرز بدأ في العام 2015 لمساعدة من طالتهم ويلات الحرب في عدن. في أيام الحصار على مدينة تعز جاء الفكرة أنه نحن نبدأ بالعمل التطوعي، وذلك بعد أن قمنا بمغامرة إلى داخل المدينة ووجدنا مع الحصار والقلق الآلام اللي تعيشه المدينة، فاضطرينا إلى عمل أول عمل طوعي. طبعا العمل كان أنا وزميلتي فقط اللي دخلنا إلى المدينة. خرجنا بعد ذلك بالعمل الأول اللي هو عبارة عن حملة سقي الرحمة لإغاثة سكان مدينة تعز. طبعا هو العمل الطوعي الأكثر كان مشقة، ولأنه يعتبره البداية وهو الانطلاقة، وخاصة أنه نحن كنا في مجتمع ريفي. قمنا بهذه المبادرة كأول فتيات يقومن بهذا العمل. حملة سقيا الرحمة أولى الأعمال الخيرية الطوعية التي ابتدأتها أمة الرحمن مع مجموعة من الفتيات لدعم من لا يصلهم المياه الصالحة للشرب، وواجهنا في سبيل ذلك الكثير من التحديات. المبادرة الثانية اللي هي مبادرة بدمي أنقذ وطني، كانت مبادرة قمنا فيها اللي هي تنسيق مع بعض المستشفيات، وكذلك جمع رجال من أجل توفير الدم للجرحى والنازحين داخل والمرضى داخل المدينة، حتى إنه إذا احتاج الفريق، يعني المبادرة هي كانت داخل المدينة بس نحن كمساعد، يعني إذا حصل نقص أو احتاج الفريق يكون في هناك داعم من خارج المدينة يستطيع إنه يوفر هذا الدعم. كانت هذه هي الخطوة الثانية في العمل الطوعي، استمرينا بكذلك لمدة ما زالت حتى اللحظة، ولكن نحن توقفنا عن العمل بسبب أنه في نقص بالدعم في المرحلة الأخيرة، في نقص بالدعم للمبادرة فتوقفنا عن العمل. فرع منتدى شمعة أمل في تعز كان نتاج كل الأعمال الخيرية التي قامت بها أمة الرحمن، والتي أكسبتها الخبرة في التعامل مع الناس والمقدرة على الاستمرار، وكان جل تركيزها على الريف والمرأة الريفية بشكل خاص. منتدى شمعة أمل هو المقر الرئيسي حقه في إب، وهو الفرع الرئيسي. حبيت الفكرة إنه شامل لكل الأعمال الطوعية، يعني مش متقيد بمجال واحد، تستطيع إنك فيه تحقق عدة أنشطة. ففتحت فرع في تعز، وكان بالأخص مرتكز على مديرية ماوي، تعتبر كأول فرع وأول عمل خيري يقام في الريف على مستوى الريف. فكانت الانطلاقة في دورات تدريبية تؤهل الفتيات وخاصة الأيتام والفقراء والأسر المحتاجة جدا، من خلال تدريب هؤلاء الفتيات بالنقش والكوافير والخياطة، وكذلك تنمية بشرية والعديد من تأهيل الفتاة. وبدأنا في 4 مناطق، تدربنا حوالي ما يقارب 30 فتاة. كانت بداية ذاتية، يعني اكتفاء ذاتي، تدريب دربتهم شخصيا اللي هي في النقش والكوافير دورتين متتاليتين، يعني في نفس الوقت. على الرغم من المخاطر الجمة التي تعرضت لها أمة الرحمن العفوري وهي تؤدي عملها الخيري خاصة في مناطق الصراع، إلا أن ذلك لم يثنها عن مواصلة واجبها الإنساني ومد يد العون لكل من يحتاجها. النجاح اللي دائما يدفعنا للعمل مرة وثاني ثالث اللي هو المردود والنجاح، وكذلك التفاؤل من الفتيات. بعد ذلك كان اللي هو المشروع الثاني مهنتي بين يدي، وكان عبارة عن اكتشاف مواهب وقدرات الفتاة، وذلك انه افتتاح معرض يخص كل الفتيات في الغزل وكذلك الحياكة والخياطة. فجمعنا كل الفتيات الموهوبات وتم افتتاح معرض صغير في القرية. كان في صراحة إبداع، على الرغم انه بعض الفتيات يعني لم تستطع ان تحضر بعض حق المنتجات بسبب الاهالي، انه الاهالي يمنع ان حتى تظهر موهبته تشتغل، فهذا يعتبر عائق كان. ولكن انه كان في ابداعات ستلاقي في الصور، يعني في ابداعات جدا.
الكثير من القرى والمناطق الريفية لا تصلها المساعدات الدولية تحت ذريعة أن تلك الأماكن خطيرة ونائية، وهنا تظهر أهمية المبادرات والأعمال الطوعية، وهذا ما لمسته أمة الرحمن من خلال عملها. كل عملنا سواء في تعز أو في عدم كل ذاتي، إلى الآن لم نلاقي دعم من أي مؤسسة أو منظمة، كل عملنا ذاتية، ولكنه في مشاريع قمنا في مشاريع لم تقم فيها المؤسسات، يعني المؤسسات والمنظمات الدولية دائما تلاقيها تقوم على مشاريع لا تحقق نجاح ولا تلتمس الواقع زي ما تحقق المبادرات، لأنه أحيانا المبادرة تعيش اللحظة مع الناس. المؤسسات تنظر إلى مشاريع كبيرة ولكن لا يكون لها أثر، فالمبادرة تتلمس الناس وتكون لها أثر أكبر من المؤسسات. قمنا طبعا بمشاريع عديدة، كان هو أول مشروع اللي هو زيارة دار المسنين بتوفير متطلبات لهم كامل، يعني أول نزلنا لهم نزول ميداني، حبينا إن احنا نعرف إيش احتياجاتهم شخصيا، يعني في عنا قائمة بكل شخص واحتياجاته وكذلك احتياجات الدار نفسه، فقمنا بأطباق خيرية في المدارس في السواحل ووفرنا لهم هذه الاحتياجات. بعد ذلك تعددت مشاريعنا إلى توعية في الكوليرا مع الشراكة مع في بعض المبادرات والمنظمات، وبعدها قمنا بمشاريع الإفطار، مشاريع الكسوة، ومشاريع يعني وإلى غيرها من المشاريع. تؤكد أمة الرحمن على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في آلية توزيع الإغاثات والمعونات الدولية، وكذا دعم ومساندة المبادرات الخيرية، وهو ما تعتبره محددات ضرورية لاستمرار العمل الطوعي. اليمن بحاجة إلى العمل الطوعي أكثر من أي وقت مضى، أولاً لغياب الحكومة نهائياً عن البلاد، فأكثر اليوم الأسر وأكثر المشردين وأكثر النازحين عايشين على العمل الطوعي، على الرغم من الدعم الخارجي والإغاثات الدولية التي تصل، لكنها لا تصل بالشيء المطلوب، لا تصل إلى الناس المحتاجين فعلاً، وإنما تصل إلى أيادي متنفذين فالإغاثات الدولية لا تصلنا منها غير الأرقام، فلو وصلت الإغاثات الدولية إلى كل فرد بصدق وأمانة وإخلاص لاكتفى الشعب اليمني. أنا أعتقد أنه بيكتفي اكتفاء نهائي، ويعني حتى ما عاد بنشوف متسولين، لأن إغاثات دولية تصل يعني بكم هائل جدا، ولكنها تصل بالشيء الغلط وتصل إلى ناس غلط وناس متنفذين يعملوا على استحواذها، ولا نرى منها سوى أرقام، ويقول لك نحن نرفع تقارير بس إيش من تقارير لا أعلم صراحة. فالآن أصبح العمل الطوعي هو الحياة لمن تبقى من الناس في اليمن خاصة، لأنه أكثر الناس حتى وإن كثرت المبادرات وكثرت الأعمال الطوعية ولكن يبقى هناك احتياج، فكل يوم يزداد النزوح، كل يوم تلاقى المشردين أكثر، كل يوم تلاقى يعني فظاعة بالوضع. إلى هنا مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء.